بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وأولى حلقات برنامج الترند. بالتأكيد كنا معاكم أول أمس في حلقة يوم السبت، كانت حلقة استثنائية خاصة ببطولة السوبر المصري للأندية الأبطال والمشاركة الخاصة جدا بفريق النادي الأهلي. قبل أولى المباريات كانت أمام سيراميكا كليوباترا، والتي نجح فيها الأهلي بالأمس بالفوز بهدفين مقابل هدف والتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة نادي الزمالك يوم الخميس المقبل إن شاء الله في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. النهاردة حلقة جديدة من برنامج الترند بشكل جديد، بموضوعات مختلفة، بفقرات أتمنى بإذن الله تنال إعجابكم. عندنا أخبار حصرية، عندنا موضوعات هامة جدا تخص جماهير النادي الأهلي في المقام الأول، وبالتأكيد كمان هنتناول بعض الموضوعات اللي بتهم بالتأكيد المشاهد الكروي المصري في جمهورية مصر العربية وفي الوطن العربي في كل مكان. بالطبع يمكن قبل ما أدخل في أي حاجة وفي أي تفاصيل، لازم أشكر كل الناس اللي كان ليها ردود فعل إيجابية جدا على الحلقة الاستثنائية يوم السبت الماضي، والشكل الجديد بإذن الله اللي هيكون في برنامج الترند خلال الفترة اللي جاية. دايما احنا معودينكم على كل الجديد وكل القضايا وكل الموضوعات هنا عبر شاشة قناة الأهلي، وبوعدكم بإذن الله الكل بلا استثناء هيبذل يعني كل المستطاع أو قدر المستطاع عشان نقدم لكم وجبة كروية دسمة من أخبار حصرية، من موضوعات، من كواليس، سواء للنادي الأهلي أو بشكل عام في الكرة المصرية. طبعا البداية بالنسبة للنادي الأهلي بالأمس في أول مباراة للموسم المحلي بالفوز على سيراميكا في الدور نصف النهائي لكأس السوبر بهدفين مقابل هدف، والانطلاقة الجيدة سواء في النتيجة وهدف طاهر محمد طاهر اللي في أول 10 ثواني، واللي بيعد حاليا من أسرع الأهداف اللي جت في تاريخ الكرة المصرية، ليست فقط في تاريخ بطولات السوبر. يمكن من خلال متابعتنا كده للأمور التاريخية أعتقد كان في صعوبة إن أنت تبص على الأرقام التاريخية وتلاقي حد جايب هدف قبل 10 ثواني، في ظل إنك كمان مش أنت اللي بتسنتر أو أنت اللي بتبدأ ضربة البداية، ده أنت بتضغط على الفريق المنافس، بتقطع الكرة وعلى طول هدف عشان طاهر محمد طاهر يدخل التاريخ بأسرع هدف في تاريخ الكرة المصرية عبر سنوات طويلة جدا. مكسب مهم، انطلاقة قوية جدا. صحيح الجميع بلا استثناء يتمنى أن يكون هناك أفضل من ذلك، للتأكيد طبعا الأهلي كان بعد مباراة السوبر الإفريقي الكل كان بيستنى يشوف الشكل الجديد للنادي الأهلي في بطولة السوبر المصري. هل هيبقى في تغييرات في التشكيل؟ كولر هيفكر إزاي في المرحلة الجاية؟ هل هيبقى في يعني تعديل في شكل التشكيل؟ أكيد كل ده امبارح الكل كان مهتم عشان يتابعوا في مباراة الأهلي وسيراميكا. المهم دلوقتي النتيجة، المهم دلوقتي التأهل، إيه اللي نقدر نعمله على مباراة الخميس اللي جاي؟ أكيد هيكون في استعدادات مختلفة. حلقة النهاردة هيكون فيها تفاصيل كتيرة على كواليس الأهلي في الإمارات، آخر الأخبار، آخر المستجدات، آخر الموضوعات بالتأكيد اللي هي حاليا توبيك على السوشيال ميديا. ولكن كالعادة زي ما أنتم متعودين معانا وكل مشاهدي برنامج الترند عبر شاشة قناة الأهلي، نبدأ حلقتنا النهاردة بسؤال حلقة اليوم. وسؤال حلقة النهاردة: بعد تخطي مباراة سيراميكا، ما هو المطلوب من نجوم الأهلي للتتويج بكأس السوبر؟ تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على سؤال حلقة النهاردة من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك أو الانستجرام أو من خلال منصة إكس، والرد على التويتة الخاصة بسؤال حلقة برنامج الترند. وفي الجزء الأخير بإذن الله بعد الفقرة الحوارية هستعرض معاكم أكبر قدر من آرائكم ومشاركاتكم على السؤال، اللي بالتأكيد جمهور النادي الأهلي جزء لا يتجزأ من برنامج الترند وشاشة قناة الأهلي. لكن سريعا نروح لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي: الفريق واصل تدريباته استعدادا لنهائي السوبر. وكمان محمد رمضان يوقع عقوبة مالية على كهربا وعودة اللاعب للقاهرة. وفي الترند العالمي: صلاح يقترب من الاستمرار مع ليفربول. استعراض مباريات اليوم، جولة جديدة من المباريات سواء محلية أو إفريقية أو أوروبية، لكن النهاردة هيكون حديثنا أكتر على جولة من المباريات الأوروبية في الدوريات الخمس الكبرى. عندنا مباريات في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، ولكن نبدأ بالبريمير ليج. الساعة 10 من مساء اليوم نوتنغهام فورست على أرضه ووسط جماهيره هيستضيف كريستال بالاس.
نروح للليجا الدوري الإسباني، وفي نفس التوقيت في 10 من مساء اليوم فالنسيا الأسباني بيستضيف لاس بالماس. السوبر يا أهلي. بالمناسبة بالتأكيد يمكن في الشكل الجديد لبرنامج الترند هيكون معانا فقرة حوارية يوميا، وكل فقرة في كل يوم هتكون مختلفة عن الفقرة التانية، خاصة إن الملفات كتيرة، القضايا كتيرة، الموضوعات كثيرة، وعندنا الحمد لله ملفات حصرية وأخبار مهمة جدا. النهاردة بالتأكيد بينورني في الفقرة الحوارية الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ شريف عبد القادر الناقد الرياضي. أكيد هنتناول موضوعات كتيرة جدا وهنتكلم في تفاصيل مهمة جدا في ظل أحداث كثيرة شفناها خلال الساعات الأخيرة نتيجة يعني أخطاء تحكيمية، الاستعداد لمباراة القمة، التنظيم الخاص بلقاء السوبر، ملفات كتيرة بالتأكيد هنتكلم فيها في الفقرة الحوارية في برنامج الترند. لكن هبدأ معاكم بفقرة الأخبار، وزي ما أنتم متعودين هنخش في كافة التفاصيل والموضوعات. والنهاردة أبرز خبر ويمكن هو توبيك على السوشيال ميديا، والنهاردة أول ما صحينا الصبح كان خبر بيتصدر كل منصات التواصل الاجتماعي، وهو قرار من النادي الأهلي بتغريم محمود عبد المنعم كهربا مليون جنيه واستبعاده من بطولة السوبر. قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي عودة لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا للقاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي، وخصم مليون جنيه من مستحقات اللاعب المالية نظرا لما بدر منه عقب مباراة سيراميكا. ناس كتيرة ممكن تقعد تسألنا هو إيه اللي حصل؟ هل حصلت مشكلة في غرفة خلع الملابس؟ هل كان في مشكلة في أرضية ملعب استاد محمد بن زايد أثناء التغييرات؟ هل فترة الإحماء أو الفقرة الخاصة بالإحماء للمجموعة اللي ما شاركتش في المباراة، هل كهربا اعترض؟ هل لما الفريق وصل فندق الإقامة هل حصلت مشكلة؟ أنا كل اللي يهمني دلوقتي مش التفاصيل. الخبر رسمي وتم إعلانه من قبل النادي الأهلي وتصريح خاص من الكابتن محمد رمضان. طب إيه المطلوب مننا في الثلاث أيام اللي جايين؟ نقفل الصفحة دي ونركز على مباراة الزمالك. ممكن نقعد نشرح كواليس وتفاصيل ونتناقش ونتكلم كتير قوي، بس هل هيبقى لوجيك قوي واحنا داخلين على مباراة قمة، ومباراة على فكرة مش أي مباراة، دي مباراة يعني مش هقول رد اعتبار لمباراة السوبر الإفريقي في تفاصيل كتيرة، ولكن مباراة هتبني عليها حاجات كتيرة جاية. مباراة ببطولة ولقاء مع الغريم التقليدي ولقاء بيحظى بشعبيه وجماهيريه كبيره، واكيد في الثلاث ايام اللي جايه هتلاقوا موضوعات كتيره ممكن تتصدر لجماهير النادي الاهلي عشان تعمل بلبله قبل لقاء السوبر. الخبر اوكي، هنقفل الصفحه ونركز على مباراه القمه، وبعد مباراه القمه لكل حادث حديث. طيب الموضوع الثاني او التوبيك الثاني بعد موضوع كهربا، ويمكن هو كان متصدر المشهد قبل خبر كهربا، الاخطاء التحكيميه المؤثره اللي شهدتها مباريات كاس السوبر المصري للانديه الابطال، وتحديدا مباراه الزمالك وبيراميدز. انا مش قادر اتخيل في وجود تقنيه الفار نفسها في الازمه دي. ليه؟ قله عدد الحكام اللي سافروا، واحنا طرحنا القضيه دي يوم السبت اللي فات وقلنا هيتم الاستعانه بحكم اماراتي في مباراه الاهلي وسيراميكا، لان في 6 في الزمالك وبيراميدز وخمسه في الاهلي وسيراميكا، فبالتالي العدد هنا مش متساوي، فيا اما تستعين بحكم امارات عشان تحل الازمه، يا اما حكم يخرج من مباراه الزمالك وبيراميدز في استاد النهيان ويروح استاد محمد بن زايد، وده طبعا كان هيبقى مسخره لو كان حصل. لكن في النهايه شفنا خطا تحكيمي مؤثر، محمود بن تايك الظهير الايسر لفريق الزمالك كان ضربه جزاء وكارت احمر، للاسف ضربه جزاء ما خدش الطرد. هدف بيراميدز في الدقيقه 97 هدف سليم بنسبه 100%. وانا هنا مش فكرة أوجه اللوم للكابتن محمود عاشور بعد فترة طويلة جدا من الغياب، وكنا دايما بنحاول نساعده رغم الأخطاء اللي كانت موجودة قبل كده، ولكن هو يبدو مش عايز يساعد نفسه. لعبة زي دي، جدلية زي دي، اديني مستند يثبت لي إن الكرة دي تسلل. اديني حاجة تقنعني إن الكرة تسلل. لأن المستند لازم يكون بنسبة 100% سليم، لو في شك 1% الهدف سليم. لكن للأسف هل كان في اعتبارات؟ طب إيه المطلوب؟ لجنة الحكام كان لازم توضح، وكان لازم تعرض غرفة الفار ايه اللي حصل فيها. اشتغلوا بروفيشنال شوية يا جماعة، احنا دلوقتي بنلعب السوبر في الامارات وبيتم تعظيم موارد الاندية في البطولات والدوري والرابطة، الناس كلها بتشتغل الا حاجة واحدة بس محلك سر، هو اتحاد الكرة ولجنة الحكام. النادي الاهلي منح الثقة للجنة على مباريات الاهلي وزاد بالحكام الاجانب، نسبة فوز الاهلي كام لكام؟ وتعالى بص على الحكام المصريين نسبة كام لكام؟ والنتائج اللي كانت ممكن تبقى فيها سكور وخمسه وسته ازاي كانت بتخلص باثنين وثلاثه فرق هدف ولا فرق هدفين؟ يا ريت حكام اجانب، بس الاخطاء التحكيميه المؤثره دي ساهمت في تاهل الزمالك الى للمباراه النهائيه، والامر واضح جدا. كلام الكابتن ناصر عباس، كلام محللين تحكيم كتير اتكلموا امبارح
بعد هذه المباريات. بالمناسبه يمكن الاهلي امبارح كان اهم حاجه بالنسبه لنا المكسب. المكسب بيجيب مكسب، المهم الاهلي اتاهل للمباراه النهائيه. طبعا الاداء ناس كتيره زعلانه من الشكل والاداء، كولر اكيد كان ليه فلسفه معينه في التشكيل اللي بدا بيه المباراه، ولكن نستنى ونشوف ماتش الزمالك ايه اللي هيتم فيه الفتره اللي جايه، وعندنا ثقه ان الامور باذن الله كناحيه انضباطيه واداريه في الفتره اللي جايه هتساعد الجهاز الفني على الخروج من عنق الزجاجه من وقت خروج الفريق او خساره مباراه السوبر الافريقي. بالمناسبه كمان النهارده كان في خبر كان متصدر المنصات التواصل الاجتماعي، وهو ان السلطات الاماراتيه تقرر تغريم ثلاثي الزمالك 600,000 درهم. قررت السلطات الاماراتيه بابو ظبي تغريم ثلاثي الزمالك نبيل دونجا ومحمد صبحي ومصطفى شلبي 600,000 درهم غرامه على هامش احداث الامس مع احد افراد الامن. طبعا ده شق اخر غير الشق الرياضي، ولكن الشق الرياضي فين اتحاد الكوره من توقيع عقوبات على دونجا وصبحي ومصطفى شلبي؟ مش في لائحه بتقول ان لو حصلت اعتداء على اي عناصر من المنظومه اللي موجوده داخل الملعب بيكون في ايقاف لهؤلاء اللاعبين؟ هتقول لي اصل لائحه السوبر غير لائحه الدوري غير لائحه الرابطه. القرارات الانضباطيه ما بتعرفش ان في فرق ما بين بطوله وبطوله. القرار الاداري اوكي بيسرع الدوري والسوبر لا، لكن القرار الانضباطي بيسرع على كله. فين المراقب من الموضوع ده واللي كان حاضر النهارده الجلسه اللي حصل فيها تغريم ال 3600,000 درهم؟ للاسف لا اجابه ومحدش بيجاوب علينا. لسه اخبارنا مستمره، ولسه خبر تعيين حكام مباراه النهائي بين الاهلي والزمالك ترند على السوشيال ميديا، واكيد هنتكلم في كل التفاصيل دي ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن طبعا في خبر حزين شويه، يمكن منذ قليل للنادي الاهلي، يمكن نعل الكابتن شحته الاسكندراني لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الاسبق. كابتن شحته الاسكندراني يمكن توفى النهارده، والنادي الاهلي يمكن على صفحته الرسميه نعل كابتن شحته لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الاسبق، ومن خلال الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والساده اعضاء مجلس الاداره والاداره التنفيذيه وقطاعات النادي الرياضيه ينعون ببالغ الحزن والاسى الكابتن شحته الاسكندراني لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الاسبق الذي وافته المنيه اليوم، داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وان يلهم العائله الكريمه الصبر والسلوان. كابتن شحته الاسكندراني من رموز الكره في اسكندريه وفي الكره المصريه، البقاء والدوام لله وخالص التعازي لاسره الكابتن شحته ولاسره الاتحاد السكندري ولكل جماهير الكره المصريه. طيب ناس كتيره بتبعت لي بتسالني على لاعبي النادي الاهلي، امبارح كانت في اصابات كثيره جدا بعد نهايه المباراه، رامي ربيعه وعمر كمال عبد الواحد ووسام ابو علي وياسر ابراهيم واشرف داري. عايز اطمنكم النهارده يمكن في اشعه بتتعمل لرامي ربيعه وعمر كمال عبد الواحد ووسام ابو علي وياسر ابراهيم. الاربعه بيعملوا اشعه لان النهارده يمكن في شك كده من بعض الاجهاد العضلي، فباذن الله على اخر اليوم او بكره الصبح باذن الله تكون نتائج الاشعه موجوده ونطمئن على جاهزيه الاربعه او جاهزيه الرباعي لمباراه الزمالك باذن الله يوم الخميس المقبل. اشرف داري قصته مختلفه شويه، اشرف داري لغايه تدريب ليله المباراه اتمرن مفيش مشاكل خالص، بس لما رجع على الاوتيل حس كده بتعب شويه في الكاحل، فاشتكى من ده للدكتور احمد جاب الله. دكتور احمد يمكن عمل له فحص طبي فبلغ مارسيل كولر قال له بلاش يشارك ماتش بكره ونديله يومين ثلاثه كده تاهيل بحيث نطمئن على اصابه الكاحل، اصابه رخمه شويه، لكن اشرف باذن الله على مباراه الزمالك هيكون فيه تحديد لموقفه، وهو اشرف من اللعيبه اللي ما بتحبش تشارك الا لما يكون جاهز بنسبه 100%، فهو بس مجرد ما يطمئن الدكتور على حاله اشرف بكره بالكثير هيكون موقفه واضح جدا في مباراه الزمالك. حاجه اخيره متعلقه بمباراه الاهلي والزمالك، كلام كتير على حكام هذه المباراة. حسب المعلومات الواردة إلينا لغاية هذه اللحظة إن لجنة الحكام بتفضل اختيار أمين عمر لإدارة هذا اللقاء مع وجود الكابتن محمود عاشور على تقنية الفار، وهنا بنحط مليون علامة استفهام. ليه؟ هو الخطأ اللي حصل في مباراة الزمالك وبيراميدز ينفع أكافئ الحكم على خطأه وأحطه في تقنية الفار في مباراة الأهلي والزمالك؟ أنت عملت أزمة لنفسك وسافرت بعدد حكام قليل، يا اما تحط بقى وائل فرحان، يا اما تستعين بطاقم تحكيم اماراتي على تقنيه الفار، يا اما تشوف حكام اجانب للمباراه، شوفوا لها حل. لكن حكم اخطا خطا جسيم في مباراه زمالك وبيراميدز ما ينفعش يتكرر في مباراه الاهلي والزمالك.
واللي بيدعوا ان هم اتظلموا بالعكس، ده انت متأهل بسبب اخطاء تحكيميه واضحه وضوح الشمس. فلغايه دلوقتي الاخبار اللي جايه لنا من الامارات ان امين عمر حكم ومحمود عاشور على تقنيه الفار، وهنا اكيد بنحط تساؤلات كتيره، ازاي محمود عاشور الحكم الرابع؟ هل ممكن يبقى احمد الغندور، ولا هيتم الوضع في الاعتبار الازمه بين الغندور وجوزيه جوميز نتيجه احداث مباراه الزمالك والمصري فيبقى حد تاني غيره؟ هل ممكن محمد معروف؟ ده اللي هنشوفه الفتره اللي جايه. طيب، بمناسبه مباراه الاهلي والعين، مباراه مهمه جدا هتتلعب يوم الثلاثاء المقبل زي بكره، مباراه مهمه جدا في بطوله جديده كاس فيفا انتر كونتيننتال. بالمناسبه يمكن هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين وهو المدرب الارجنتيني كان حضر مباراه الاهلي وسيراميكا ومعاه محلل الاداء، حضروا في استاد محمد بن زايد عشان يتفرجوا على الفريق قبل مواجهته يوم الثلاثاء المقبل. وكمان حسب معلوماتنا ان هيرنان كريسبو اللي النهارده عنده مباراه، على فكره بالمناسبه عنده مباراه كبيره جدا النهارده مع نادي النصر، هيرنان كريسبو كمان بيفكر يحضر مباراه الاهلي والزمالك عشان يبقى عمل يعني متابعه وملف شامل لايجابيات وابرز نقاط القوه والضعف في فريق النادي الاهلي قبل مواجهته يوم الثلاثاء المقبل. تفاصيل كتيره متعلقه بمباراه الاهلي والعين وطاقم تحكيم مباراه الاهلي والعين ووصول فريق العين امتى، وصول وفد الاتحاد الدولي فيفا امتى، كل ده خبر حصري لحضراتكم عبر شاشه قناه الاهلي، ولكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن الخبر الابرز والخبر الحصري والانفراد اللي هيكون معانا النهارده عبر شاشه قناه الاهلي وقبل اسبوع من موعد مباراه الاهلي والعين في لقاء الجوله الحاسمه في بطوله القارات الثلاث، افريقيا واسيا والاوكيانوسيا، مباراه الاهلي المصري والعين الاماراتي يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهره الدولي، المباراه الساعه 8 بتوقيت القاهره. رسميا قدرنا نوصل من خلال مصادرنا في الاتحاد الدولي لطاقم التحكيم الذي تم تكليفه بشكل رسمي لإدارة هذا اللقاء. الحكام هيصلوا بإذن الله قبل موعد المباراة ب 48 ساعة، وطاقم التحكيم مكون من أولا طاقم تحكيم تركي بشكل رسمي ونهائي لإدارة هذا اللقاء بقيادة الحكم الدولي التركي حكم الساحة خليل ميلر. طبعا في كلام كتير على هذا الاسم وعلى هذا الحكم وليه تاريخ كبير جدا هتكلم عليه دلوقتي، ولكن هستعرض معاكم باقي الاسماء. الحكم المساعد الاول التركي ابراهيم اويركان، والمساعد الثاني مراد كوربي، والحكم الرابع كوجوك زوربي. ده الحكم الرابع وده طاقم تحكيم تركي لاداره هذا اللقاء. على تقنيه الفار تم الاستعانه بطاقم تحكيم ايطالي. طاقم تحكيم ايطالي سيتواجد في مباراه الاهلي والعين على تقنية الفار. حكم الفار الرئيسي ماركو تيبيلو هو الحكم الإيطالي اللي هيكون مسؤول عن تقنية الفار، والمساعد الاي فار الإيطالي أيضا مواطنه أليخاندرو دي باولو. إذن بشكل خاص وحصري على شاشة قناة الأهلي، هؤلاء هم طاقم تحكيم مباراة الأهلي والعين الإماراتي، حكم تركي في الملعب وحكم إيطالي وحكام إيطاليين على تقنية الفار. الماتش يوم الثلاث 29 أكتوبر، الحكام هيصلوا إلى القاهرة يوم الأحد 27 أكتوبر، ووفد الفيفا يصل إلى القاهرة يوم 25 أكتوبر. قدامنا على الشاشة يمكن ده الحكم التركي خليل ميلر، على فكرة حكم مثير للجدل. في ديسمبر العام الماضي لو تتذكروا مباراة ريزا سبور وأنكارا جوجو، فاكرين رئيس النادي التركي أنكارا جوجو لما نزل اعتدى عليه وضربه ب يعني لكامية كده في وجهه في أرضية الملعب، والدوري التركي توقف أسبوع كامل، والحكم تم نقله بسرعه الى المستشفى، والدوري قعد اسبوع ورجع على 19 ديسمبر. هذا هو الحكم الذي تم تكليفه باداره هذا اللقاء. جاني انفانتينو وقتها يمكن تعليقا على هذا الحادث كتب على حسابه الرسمي على الانستجرام ضد هذا الكلام، وقال لا يوجد مكان على الاطلاق للعنف في كره القدم. وفي نفس اللحظه كان هناك مباريات كاس عالم للانديه الاهلي شارك فيها في المملكه العربيه السعوديه، حكام الفيفا في جده كان لهم موقف وقتها وساندوا الحكم بمقطع فيديو وجهوا فيه دعم وحب ومسانده قويه للحكم التركي. بالمناسبه هذا الحكم كان طرد مصطفى محمد قبل سنتين في مباراه في الدوري التركي، وكانت مباراه قمه ما بين جلاتا سراي مع بشكتاش التركي، وكان بيدير مباراه لريال مدريد الاسباني وشتوتجارت الالماني قبل شهر. ويمكن بعد المباراه كانت فيه اعتراضات كبيره جدا
من كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال على أداء الحكم التركي. وفي اليورو الأخير في ألمانيا هذا الحكم أدار 3 لقاءات أبرزهم مباراة إنجلترا وسلوفاكيا. هو الحكم الأول في تركيا، ليه تاريخ كبير جدا ما بين تاريخ في مشاكل وأزمات في الملاعب ما بين اعتراضات من الأجهزة الفنية، ولكن نتمنى أن يكون في أتم الجاهزية وعادل على الفريقين سواء الأهلي أو العين الإماراتي، اللي نتمنى بإذن الله نادي الأهلي يكون موفق في هذا اللقاء. بمناسبة العين عنده النهاردة مباراة على فكرة مع نادي الهلال السعودي على استاد هزاع بن زايد، نتمنى التوفيق بإذن الله لفريق العين الإماراتي النهاردة ضمن مجموعات دوري أبطال آسيا، وبإذن الله الفترة اللي جاية عنده مباراة أخرى في الدوري قبل ما يجي القاهرة عشان يلعب مع الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة هيكون فيها تتويج بطولة بكأس بميداليات. لسه مش مؤكد حضور جياني انفانتينو او باتريس موتسيبي، هنتاكد في الحلقات الجايه من برنامج الترند، واكيد هيكون معانا اخبار خاصه جدا بخصوص هذه المباراه في الحلقات القادمه. دي كانت ابرز الاخبار والموضوعات والترندات اللي موجوده توبيك على السوشيال ميديا. دلوقتي جه موعدنا مع الفقره الحواريه اللي فيها شكل مختلف واسئله وطرح وموضوعات مختلفه جدا. فاصل، وبعد الفاصل بينورنا وبيشرفنا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ شريف عبد القادر. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه من برنامج الترند. اكيد الفقره الحواريه هيكون فيها اسئله وموضوعات وتفاصيل كتيره على الاحداث اللي موجوده في الساحه الرياضيه، لذلك بيشرفنا وبينورنا في هذه الفقره الحواريه الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ شريف عبد القادر مدير تحرير جريده الجمهوريه. استاذ شريف منور الدنيا واهلا بيك في برنامج الترند. اهلا بيك واهلا بمشاهدي قناه الاهلي، ومبروك عوده البرنامج وموفق دايما ان شاء الله. الله يخليك استاذ شريف. طبعا الأحداث كتيرة جدا في الساحة وفي موضوعات كتيرة ممكن نتكلم فيها. أول حاجة مباراتي الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا والأحداث اللي شفناها في المباراتين. بالتأكيد طبعا يعني علامات استفهام كبيرة جدا على أداء الأهلي والزمالك. تحديدا الأهلي. يعني كان في علامات استفهام جدا على التشكيل، على توظيف اللاعبين، على مراكز اللاعبين. يعني كان في بعض اللاعبين بعيد تماما عن المشاركه بصفه اساسيه في الفتره اللي فاتت. انا مش ضد ده، ولا بس مش في مباراه تبقى فاصله وتاهلك لمباراه نهائيه على لقب او على بطوله. ممكن في مباراه في الدوري سهل ان انت تعوض، سهل ان انت تعود في المباراه، لكن في مباراه فاصله انا الهم عندي ان انا اضمن نتيجه، بعد كده ممكن اريح العناصر الاساسيه. فكان في ملحوظات كتيره على اداء الجهاز الفني بقياده السويسري مارسيل كولر، طريقه اداء بعض اللاعبين، تراجع مستوى بعض اللاعبين، وواضح برضه ان تجهيز اللاعبين بشكل جيد جدا قبل المباراه. معروف ان انت هتقابل المجهول اللي هو سيراميكا كليوباترا. صحيح. فريق عمل 15 صفقه ما تعرفش عنهم حاجه، ما خدش اي مباريات، معسكر اعدادي بقاله فتره في الامارات، فانت هتقابل مجهود المجهول، فكان لازم يبقى في حرص زائد في المواجهه. الظروف خدمتك وتقدمت بهدف تاريخي في الثانيه 11 ونتيجه المباراه بقت عندك، المفروض يبقى في اداء افضل من كده. فوجئنا باداء سيراميكا، كان الافضل، كان الاكثر استحواذا، اكثر انتشارا، اكثر سيطره، الأكثر فرصا وتهديدا لمرمى النادي الأهلي، ولولا يقظة ربيعة ومصطفى شوبير كان ممكن النتيجة في الشوط الأول تبقى أسوأ من كده. وطبعا خلص الشوط الأول بالتعادل. الضغط الجماهيري والحوافز الجماهيرية في الشوط الثاني عادت النتيجة تاني ليك بهدف برضه من خطأ دفاعي. كان مفروض يبقى في تغييرات بدري شوية. تأخرت التغييرات لدقيقة 65 أو 66 تقريبا في منتصف الشوط الثاني، أعادت التوازن شوية لوسط الملعب. ده الكلام دوت يعني بيضعنا في يعني واضح إن اللعيبة برضو مضغوطة لسه، ولسه نتيجة مباراة السوبر الأفريقي مأثرة على بعض اللاعبين في الملعب واللعيبة مضغوطة. فكان لازم الفترة اللي فاتت دي يبقى في تجهيز ذهني ونفسي للاعبين لاخراجهم من الحاله اللي كانوا عليها. المباراه اللي جايه صعبه جدا ومحتاجه حوافز ودوافع كبيره جدا امام الزمالك، لقب
لازم تحافظ عليه، أنت محامل اللقب لازم تحافظ عليه. اللقب، الفوز باللقب ده يؤهلك نفسيا وبدنيا للأهم، وهو مباراة العين في الانتر كونتيننتال، بطولة أفرو أسيوية. وده الأهم بالنسبة لجماهير الأهلي، إن أنت تتأهل للأدوار النهائية في كأس العالم للأندية اللي هتبقى في قطر إن شاء الله. كل دي حاجات لازم، يعني ال 48 ساعة دول عمل شاق للجهاز الفني والإداري، خاصة بعد الظرف اللي حصل النهاردة باستبعاد كهرباء والأزمة اللي حصلت الأخيرة دي وترحيله إلى مصر وتغريمه. لازم برضو نهاية نخرج اللاعبين من الحالة دي، لأن أكيد طبعا في لعيبة هتبقى حزينة على زميل، الموقف صعب، الكلام ده كله. نفس الشيء برضو في مباراة الزمالك، طبعا يعني يمكن مباراة الأهلي ما فيهاش خطأ تحكيمه مؤثر. صحيح. يمكن الناس اتكلمت على لمسة اليد بتاعت أكرم توفيق، أنا شايفها يعني هو كان نازل الكرة طلعت من رجل أيمن مكة في قدم أكرم توفيق وتردد في إيده، وهو نازل على الأرض. لا، وحصل كمان تعديل على فكرة لمسة اليد، بس الناس يبدو إنها مش متابعة، فلمسة اليد ما منعتش فرصة واحدة، ده لسه الكرة في نص الملعب. في نص الملعب يعني. بالظبط. وبعدين يعني الكرة جت من رجل أكرم لإيده وهو نازل على الأرض يعني، فهي ده الخطأ اللي هو اللي الناس اتكلمت عليه في مباراة، يعني المباراة عدت بسلام تحكيميا. لكن طبعا كان في اخطاء تحكيميه اثرت في النتيجه، وواضح ان طاقم التحكيم وطاقم الفار كانوا يعني في اسوء حالاتهم، قرارات عكسيه كتيره يعني مش يعني في حاجات ما اثرتش في سير المباراه، لكن في حاجات اثرت في نتيجه المباراه بشكل كبير جدا. يمكن حتى تابعنا الاستديوهات التحليليه والبرامج اللي كانت مصاحبه للمباراه امس، وشفنا تصريحات كابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، والفيديو اللي نشره لركل الهدف الالغي، وركله الجزاء اللي كان المفروض يتبعها كارت احمر، وتعليق الحكام اغلب الحكام على القرارات التحكيميه في المباراه الثانيه. مش عايز اقول يعني قصه الاخطاء وارده دي، الكلمه دي يعني اتلغت. لا اتلغت في وجود الفار، لازم تتلغي يعني، لا وجود للخطا البشري في وجود الفار. خلاص الفار ده لان بتطبق لوائح وقوانين، انت المفروض تبقى حافظ اللوائح. وحكم الفار قعدت بالسبعه والثمان دقائق عقبال ما حسمت، لكن انت سرعه اتخاذ القرار ان الكره تسلل في لعبه زي دي، في كم الزحام ده بتاع اللاعبين دول، يعني انت حوالي 18 لاعب في الكرة دي ما بين مدافعين الزمالك ومهاجمين بيراميدز، وتتخذ القرار بالسرعة دي خلى فيه شكوك كبيرة جدا. ويمكن ده واضح حتى في الفيديو اللي نشره الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز. حتى النقطة اللي بتحط عندها المكان عشان تشوف التسلل، انت ما طلعتليش صورة واضحة تكشف لي فيه تسلل ولا مفيش تسلل، وانت المفروض حكم دولي كبير وليك خبرات كبيرة، والمشهد ده متكرر حصل في ماتش الأهلي وفاركو. بالتأكيد طبعا. وده يودينا بقى للقرار اللي صدر من لجنة الحكام واتحاد الكرة، اللي هو اسناد تحكيم البطولة لحكام مصريين. بص حضرتك، معروف ان يعني من الجائز ان النهائي يبقى اهلي وزمالك، وارد طبعا. كل مباراة للاهلي او الزمالك مع اي فريق لها ظروف خاصة، وممكن يبقى فيها اخطاء تحكيمية والكلام ده كله. لكن مباراة الأهلي والزمالك ظرف طارئ. ليه بقى؟ أي حكم مصري أيا كان درجة كفاءته أو درجة مهاراته وخبراته والكلام ده كله، ولكنه بيتأثر بالضغوط الجماهير وبالضغوط. وشايفين احنا من امبارح كم الضغوط والتصريحات والتويتات اللي عماله تتعمل على امين عمر والكلام ده، من ساعه ما اتقال ان هو اللي هيبقى حكم الساحه، رغم المفروض تسكت وتعدي وانت كسبان بقى خطا تحكيمي انت فاهمني حضرتك. فاسنادها الحكم اجنبي بينهي الجدل، فانت كان لازم تبعد عن نفسك وجع الدماغ. حضرتك لو رجعنا كده مباراه السوبر الافريقي، لو المباراه انتهت بركله الجزاء اللي كان متقدم بيها النادي الاهلي واللي اقر بصحتها كل الناس وفاز الاهلي باللقب، ما كناش خلصنا لغايه دلوقتي، ما كناش خلصنا لغايه ومؤامره والماتش اتلعب في السعوديه،
كان زماننا لسه بنحكي في القصه دي لغايه دلوقتي. يعني انت فاهمني؟ فانت لازم يعني تنهي حاله الجد. ايه المشكله ان انت حتى تجيب طاقم تحكيم اماراتي للمباراه النهائيه؟ هو استعان بحكم اماراتي في ماتش الاهلي وسيراميكا على فكره. ايوه التخبط. نتيجه التخبط مسافر بعدد حكام يعني. ايه المشكله؟ ايه المشكله وتبعد عن نفسك وجع الدماغ ده كله وتخش بقى في الجدل والتويتات والضغط الاعلامي على الحكم، والحكم اصل ده حكم لنا ماتش وقال كذا وعمل كذا. ما تنهي الجدل ده كله وتريح دماغك من الاول ان المباراه النهائيه ايا كان طرفيها هيحكمها طاقم تحكيم اماراتي مثلا او طاقم تحكيم من اي دوله عربيه قريبه او حتى طاقم تحكيم اجنبي. لكن انت دخلتنا في ازمه بلا لازمه. وبقى عنده مشكله تانية ان ما ينفعش الخطا اللي عمله محمود عاشور تكرره. يعني انت لو كررته يبقى انت بتقر ان عاشور صح والناس كلها شايفه انه غلط. حتى وائل فرحان ما عنده اخطاء في الدوري المصري. ما انت ياما عانينا من اخطاء وائل فرحان في الدوري المصري. يعني اذا كان محمود عاشور عنده ملاحيظ في المباراه الاولى ما بين بيراميدز والزمالك. مظبوط. وائل فرحان عنده ملاحيظ ياما. الغريب يا كابتن شريف، الغريب انه ما خدش الحكام الخبره. يعني انت زنقت نفسك في عدد. فين محمد عادل؟ فين محمود البنا؟ يعني ممكن يكون البنا بعيد الفتره الاخيره. والاختيار بالهوى. بالهوى. لجنه الحكام، بص اولا لازم يجي رئيس لجنه برضو اجنبي. ده اللجنه لازم تتغير كلها. طبعا لازم يجي اجنبي. يعني واضح يعني من الاختيارات يعني ده حبيبي وده صاحبي شلل ده برتاح له. يعني انت عارف الحكام في مصر يعني دول تبع فلان ودول تبع صاد، مش عايز اقول اسماء يعني. بالظبط. ودول اصلا بتوع الحرس القديم ودول اللي كانوا مع فلان ودول اللي ضربوا في فلان لما مشي. انت عارف القصه بتاعت الحكام في مصر، ويعني كلام كتير يتقال في الموضوع ده. فلازم يجي رئيس لجنه حكام ويجوا محاضرين يفسروا قوانين للحكام وامتى تتدخل وناس ليها علاقه بالفار تفهم الناس تتدخل ازاي. وقرار زي بتاع امبارح ده، انت حسبت ركله الجزاء او الفار قال لك ان دي ركله جزاء. طب ما في النص الثاني من القانون ان الحاله دي طرد. كارت احمر ما نفذهاش ليه؟ واكتر من حكم طلعوا او خبير تحكيمي من الحكام السابقين طلعوا بعد المباراه واكدوا على الحكايه دي. طب انت يعني انت مش واخد باله من القرار ولا الحكم الفار محمود عاشور حتى لما رجع معروف وقال له في هنا امكانيه ضرب الجزاء ما قالوش حتى القرار الاداري. بالتاكيد يعني. فطبعا انت حطيت نفسك في ازمه بلا لازمه كلجنه حكام وكاتحاد كره مسؤول عن السوبر، ان انت كان المفروض من البدايه المباراتين قبل النهائي بحكام مصريين والنهائي ايا كان طرفيه بحكم طاقم تحكيم اجنبي. لكن اللي حاصل دلوقتي انت في ازمه هنقعد نتكلم فيها خلال 48 ساعه لغايه السبت، وربنا يستر ما تبقاش ازمه يعني يحصل كارثه في المباراه وتبقى عواقبها برضو عواقبها اكبر من كده. ما هو الكلام اللي كله هيحصل الفتره الجايه كله هيبقى رايح في سكه التحكيم مش رايح في الامور الفنيه. طبعا ما حدش بيتكلم دلوقتي من امبارح، الكلام كله تويتات كلها والسوشيال ميديا كلها بتتكلم على امين عمر وطاقم الفار اللي هيتعين. مش مستغرب شويه من التويتات دي يا استاذ شريف؟ يعني على المستوى الاعلامي ما كناش بنشوف حتى ده. يعني اسلوب يعني بتستسهله، الناس بتستسهله دلوقتي للضغط على الحكام والكلام ده كله. وللاسف الشديد بيجيب حكام نتيجه مع الحكام المصريين للاسف الشديد. ممكن يؤثر. طبعا. طيب بيتاثر بالجمهور وبيتاثر بالسوشيال ميديا وبيتاثر بالادارات الانديه وبيتاثر باللعيبه كمان. اكيد طبعا زي ما انت شفت اكيد الحالات اللي معانا. كابتن ناجي جدو محمد ناجي جدو امبارح كتب تويته هتعرف تنام ازاي، رد عليه النهارده كابتن محمد فاروق. ما اعرفش يعني ما اعرفش انا بصراحه. قال له نام. قال له نام كويس. قال له نام كويس. يعني بصراحه حتى الردود نفسها لا ردود احترافيه يعني ولا ردود فنيه حتى. يعني ده المفروض يرد بالحاله. يعني الجذب او الشد اللي حصل مع لاعب بيراميدز من محمود بنتايك اللي المفروض فيها كارت احمر، خد بالكوا مش قصه عرقله بس، ده انت بتتكلم في جذب. يعني الجذب والشد ده فيه كارت احمر مش كارت اصفر. تسلل الكوره جون مش تسلل. الحاجات دي رئيس اللجنه يطلع يرد. بس على فكره لا محمد فاروق محاضر ولا ابراهيم نور الدين محاضر، فمين هيطلع يرد اذا كانت الناس اللي موجوده اصلا مش محاضرين؟ عموما لسه الملف مستمر ولسه عندنا تفاصيل اكتر والفقره الحواريه لسه فيها موضوعات مهمه جدا. كل ده ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند في الفقره الحواريه مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ شريف عبد القادر مدير تحرير جريده الجمهوريه. استاذ شريف، يمكن لو بنتكلم على المستوى الفني
هل تتوقع الأداء الفني اللي ظهر به الأهلي والزمالك قد ينعكس على أدائهم في لقاء النهائي، أم مباراة النهائي لها حسابات خاصة، الحماس والجدية والإصرار والفوز بالبطولة ولقاء ديربي أو كلاسيكو ما بين الفريقين؟ هو طبعا يعني أولا الأداء الفني امبارح ده يعني لا يرتقي لاسم الفريقين، يعني إذا كان أهلي أو زمالك، يعني بالمقارنة بسيراميكا وبيراميدز لا، يعني التوفيق كان حليف الفريقين في التأهل للمباراة النهائية سواء الأهلي أو الزمالك. لكن مباراة الأهلي والزمالك بشكل عام أو بشكل خاص لها حسابات أخرى ولها مقاييس أخرى، ولكن أنا أعتقد إن برضو هيبقى فيها شد عصبية شوية، هيبقى فيها عصبية شوية، الأكثر تركيزا وحرصا وثباتا انفعاليا وذهنيا هو اللي هيفوز باللقاء. هو اللي هيفوز باللقاء، هو اللي هيفوز باللقاء. الفرقتين عندهم ضغوط، ولولا غير كده يعني، وان الزمالك كان فايز باللقب فما عليهش ضغوط، الفرقتين عليهم ضغوط وضغوط كبيره جدا. الاهلي عايز يفوز باللقب ويرجع ليه يخش مباراه العين بمعنويات مرتفعه، والزمالك عايز يثبت ان هو فوزه بالسوبر الافريقي ما كانش صدفه او ما كانش ضربه حظ او مش بركلات ترجيح، لا ده عن جداره. الاثنين مدربين عندهم دوافع، اللعيبه عندهم دوافع. لا فهي مباراه هتبقى مباراه قويه، ممكن يبقى فيها عصبيه نظرا للحماس الجماهيري اللي هيبقى طاغي جدا على اداء الفرقتين. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. اهلا بيك يا ابو حميد. طبعا فرصه وانت معانا اسالك سؤالين في سؤال واحد. هل تتوقع مباراه الاهلي والزمالك في النهائي يوم الخميس المقبل ستكون بمستوى فني افضل من اللقاءات اللي ظهرت بالامس؟ واختيار طاقم التحكيم شايف ممكن يبقى مصري ولا اتحاد الكوره شايف ان ممكن يقرب في اختيار طاقم تحكيم اجنبي؟ والله محمود اكيد طبعا المستوى هيختلف بشكل كبير جدا، لازم كتير جدا تخلي بالك اللعيبه اللي هي حتى بتشوفها وصلت في حاله معنويه او حاله فنيه بشكل مميز جدا، مثلا رامي ربيع عمل ازاي؟ عشان كان بيلعب باستمرار مع المنتخب الفتره اللي فاتت. صحيح. عشان كده هتلاقي في لعيبه في لعيبه واقفه على ضغط الكوره واقفه على رجليها بشكل كويس، وفي لعيبه لسه بدايه الدوري او بدايه لسه الدوري ما اشتغلش، بدايه فتره الاعداد بعد ما كانت موجوده الفتره اللي فاتت، ففيها شويه طبعا قصور دي بتيجي مع مش عاليه بس بيعرف. ده الشق الاولاني اللي بنتكلم فيه. الشق الثاني بنتكلم اكيد هو التحكيم، انا شايف لحد دلوقتي الفتره اللي فاتت كويسه، يعني انا شايف نوعا ما بالحكام المصريين مفيش حاجات مؤثره بشكل كبير، بس انا شايف اللي ممكن الاتجاه او التصريحات اللي طلعت اللي ممكن يبقى في تحكيم، ممكن لو في تحكيم اجنبي يعني في عشان بيخلوا مسؤوليتهم، مش عايزين مثلا التحيز هنا وهنا ويحصل مشكله يعني. اكيد. طيب سؤال اخير وسريع، مين لفت انتباهك من لاعبي النادي الاهلي بالامس اللي عايز تقول له يعني مان اوف ذا ماتش؟ ده هو رامي امبارح، رامي ربيعه هايل امبارح، رامي الناس اللي شايفها امبارح مع المنتخب الفتره اللي فاتت ماشي بشكل كويس. والتاني كمان لو جينا نتكلم، احنا كنا فتره قعدنا ننتقد طاهر بشكل كبير، لانه طاهر امبارح من الناس في المكان بتاع البوزيشن بتاعه، بس امبارح ادى بشكل كويس. فانا شايف عموما مجمل يعني اداء كويس في ظل الحالات الموجوده يعني. باذن الله. كابتن احمد ابو مسلم، يمكن مداخله سريعه لكن بنشكرك بالتاكيد وبنتمنى لك التوفيق في التجربه الجديده مع فريق كيما اسوان في القسم الثاني. الكلام ما اختلفش برضه يا استاذ شريف، ونفس الرؤيه الفنيه بخصوص الاداء اللي ظهر فيه الفرقتين وفي موضوع التحكيم. هو قال جزئيه مهمه جدا، ان انت الفرق الكبيره وهي في اسوء حالتها او في مش في يومها او الى اخره بتعرف تكسب. هو المباراه امبارح خلصت بالتفاصيل وخبرات اللاعبين سواء الاهلي وسيراميكا او بيراميدز والزمالك، يعني هتلاقي التفاصيل الصغيره خبرات اللاعبين في الملعب هي اللي حسمت النتيجه يعني في شكل عام، وشويه تغييرات حصلت للاهلي يعني ادته الافضليه في النص ساعه الاخيره مع الاجهاد البدني اللي كان عليه برضو بعض اللاعبين سيراميكا من المجهود اللي بذلوه في الشوط الاول. طيب كلمه اخيره اختم معاك الحوار بتعيين طاقم تحكيم تركي وايطالي لمباراه الاهلي والعين. طبعا انا سمعتك في الانترو انت بتتكلم على الحكم الحاج خليل دوت ومع الحاج ابراهيم والكابتن خليل مراد. وابراهيم نتاجم تحكيم من شبرا ماشي. فطبعا نتمنى التوفيق طبعا، ويعني ده اختيار الاتحاد الدولي، نتمنى التوفيق. وطبعا يعني حكام من اوروبا معاهم طاقم فار من ايطاليا،
نتمنى لهم التوفيق طبعا بعيدا عن المواقف اللي تعرض ليها خليل قبل كده، سواء في الدوري التركي او في مباريات في دوري الابطال الاوروبي او في امم اوروبا، لكن بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ونشوف مباراه قويه بين الاهلي والعين الاماراتي باذن الله، ونهني الفائز ونقول هارد لك للخاسر ان شاء الله، ونبارك للاهلي ان شاء الله باذن الله. استاذ شريف نورتني وشرفتني، وشكرا جدا لحضورك ومشاركتك النهارده معانا في برنامج التلاته. ربنا يخليك، شكرا، شكرا جزيلا. فقره حواريه مهمه جدا مع كاتب صحفي كبير الاستاذ شريف عبد القادر، مدير تحرير جريده الجمهوريه، ويمكن قربنا شويه من الكواليس والتفاصيل في الموضوعات المثاره على السوشيال ميديا وفي الساحه، وتحديدا مع قرب موعد نهائي كاس السوبر للانديه الابطال ما بين الاهلي والزمالك. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا يتجدد اللقاء في السادسه مساء على شاشه قناه الاهلي. شكرا والى اللقاء.